الحفظ بتاعك هو اللي بيحفظ لك الأسهم بتاعتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي، دايما معكم أحمد علي من القناة. طبعا لو لسه أول مرة بتشوف الفيديوهات عندي في القناة، أتمنى اشتراك عندي في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. في الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم عن خطوات ازاي تدخل اول الطريق الى البورصة، يعني تدخل البورصة ازاي وتكون مستثمر او تكون مضارب، سواء مستثمر او تكون مضارب. تمام، الخطوة الاولى ان هي اول حاجة انك طبعا اساسي يكون متوفر معاك مبلغ من المال فائض عن حاجتك. تمام، يعني انت وليكن مثلا عامل وديعة ضامن بيها الدنيا، ضامن بيها يعني الظروف ماشية ازاي، او في مرتب ثابت ليك ومثلا انت مخصص جزء معين انك تحطه شهريا في البورصة، فانت عشان تشتري اسهم وتزود وضعك. فاول حاجة يكون معاك مبلغ فائض عن حاجتك عشان تستثمره. تاني حاجة هتروح لشركة سمسرة. هتقول لي ايه فايدة شركة السمسرة ده، ممكن تضحك عليا. لا، هو الشركة السمسرة ديت اللي بتنفذ لك اوامر البيع والشراء، اللي هي بيع وشراء الاسهم، عمليات بيع وشراء الاسهم، لان انت ما تقدرش انت كشخص فرد انك تقدر تدخل على البورصة وتقدر تشتري لوحدك، فانت عندك لازم بيكون ليك سمسار اسمها شركات السمسرة. شركات السمسرة منتشرة في كل مكان، يكون في منها في البنك الاهلي، في شركة سمسرة خاصة بالبنك الاهلي، وفي شركة سمسرة خاصة ببنك سي بي، وفي شركات سمسرة عادية خالص اسمها اصول، وفي بايونير، في شركات تانية. انا بسواقش الشركات، بضرب لكم امثلة، سمار، اصول، بايونير، شركات كتير. يعني ليه بتروح شركة السمسرة؟ اول حاجة هو اللي بينفذ لك عمليات البيع والشراء، بتتم من خلاله هو فقط. تمام، ثانيا انت بتكون تابع ليه، لان هو بيجيب لك الكود الموحد من البورصة. تمام، فهو انت بتعمل طلب استمارة عنده بتدفع رسوم بحد اقصى 50 جنيه. يعني الشركات بتتنافس، في شركات بتعملها مجانا عشان يجذب العملاء، وفي شركات بتعملها مثلا ب 20 جنيه 30 جنيه حسب الشركه اللي انت بتقدم فيها، اللي هو السمسار يكون سمسار ليك. السمسار ممكن يديك مزايا، ممكن يديك شاشه مثلا تتابع الاسعار من خلالها في البيت. طيب السمسار ما يقدرش يشتري لك ويبيع لك بدون اذن كتابي انك تمضي له، وده غلط ان في ناس بتمضي انه يبيع لك، انك بتمضي له على الورقة فاضية وهو يقدر يحط الاسهم. يعني انت مثلا ممكن تقول طب انت عايز تبيع 100 سهم مثلا سي اي بي، ومضي له مثلا على 100. تمام، على 100، فهو بعد كده ممكن لو انت سايب له الخانة ديت مفتوحة، سايب له المكان فاضي، هو يقدر يكتب 300، يقدر يكتب 5000، وهكذا يقدر يلعب فيها براحته. تمام، فانت ما تسيبهاش فاضية، فانت روح بنفسك وامضي. تمام، ثانيا لو تقدر تتصل بيه تليفونيا، والمكالمات دي بتكون مسجلة كلها. تمام، كل المكالمات دي بتكون مسجلة، عشان انت ممكن تقول له بيع لي 5000، لا هو ممكن يبيع لك 6000 او 7000، فانت دي ضرر ليك. تمام، فانت بتروح عنده، اول خطوة بتروح عند شركة السمسرة، بتروح عند شركة السمسرة ايا كانت، تكتب في جوجل مثلا شركات السمسرة، تعرف كل شركات السمسرة اللي شغالة. تمام، اللي شغالة في مصر، بعد ما يعمل طلب وهكذا بتاخد حاجة اسمها الكود الموحد. الكود الموحد اسمه ايه؟ اسمه الكود الموحد. الكود الموحد ده هو زي رقم بطاقتك في البورصة، او هو زي الرقم القومي الخاص ليك في البورصة، ده اللي بيميز مستثمر عن مستثمر اخر، يعني هو اللي بيميز احمد عن علي عن فلان عن فلان، لان انت عندك تشابه في الاسماء، هتلاقي احمد باحمد، يعني نفس الاسماء مكررة. تمام، فده هو الرقم القومي الخاص بكل مستثمر على البورصة، وبيتم التنفيذ من خلاله من شراء الاسهم. يعني انت مثلا بتكود نفسك، واما تيجي تشتري بتشتري على هذا الرقم اللي هو الكود. طبعا هو الكود ده مربوط معاك بالبطاقة اللي بطاقة الرقم القومي. وطبعا بيجيبه منين؟ بيجيبه من البورصة المصرية. هو مش هو اللي بيعمله لك، هو بيبعت للبورصة المصرية بياناتك، والبورصة بتبعت له الكود بتاعك. تمام، حد اقصى اسبوع مثلا يعني. طيب اول خطوة عرفنا ان احنا خلاص رحنا للسمسار او شركة السمسارة، وشركة السمسارة عملت لي الكود الموحد. تاخد الكود الموحد بتاعك وتطلع على امين الحفظ. زمان كان السمسار هو امين الحفظ،
امين الحفظ بتاعك هو اللي بيحفظ لك الاسهم بتاعتك. بيحفظ لك الاسهم بتاعتك ازاي؟ انت اشتريت 1000 سهم سي اي بي النهارده مثلا، تمام؟ بيروحوا عند امين الحفظ بتاعك. بعدين انت اول حاجه طبعا بتروح لامين الحفظ، بتدي له رقم كل موحد بتاعك وبتدفع له الرسوم، بتقول له عايزك تكون امين الحفظ بتاعي. ده بيرضوا، ده بقى بيكون يا اما بنوك يا اما بيكون شركات قابضه، يا اما بنوك يا اما شركات قابضه، تمام؟ واشهر البنوك طبعا سي اي بي والبنك الاهلي وبنك مصر، دول اكبر امناء حفظ على مستوى مصر، تمام؟ ثانيا دور بقى امين الحفظ ازاي. انا احمد مثلا عايز اشتري 1000 سهم سي اي بي، اول ما اشتري ال 1000 سهم دول، اول ما السمسار يشتريهم لي يتحولوا على امين الحفظ على طول. امين الحفظ يجمدهم، امين الحفظ يعمل ايه؟ يجمدهم، يقفلهم، محدش يقدر يتعامل عليهم. طيب النهارده شركه مصر المقاصه خلاص تمت التسويه بتاعه العمليه الشراء اللي هم ال 1000 سهم دول. تاني يوم في جلسه بكره رحت الساعه 11 الصبح كده، وبعد ما فطرت وظبطت حالي رحت قعدت على جهاز الكمبيوتر، لقيت سهم سي اي بي اللي انا كنت شاريه امبارح ب 80 جنيه النهارده لقيته ب 95. لا ده انا عايز ابيع، وش انا عايز ابيع اللي هم ال 1000 سهم اللي انا كنت شاريهم ب 80، عايز ابيعهم ال 1000 سهم النهارده ب 95. كده هتكسب تقريبا يعني 15000 اهوت، ولا 1000 ونص يعني ايا كان، تمام؟ تمام. فانت بتعمل ايه؟ اول حاجه السمسار بتاعك بيكلم امين الحفظ، انت عايز تبيع كام سهم؟ ممكن انت تكون عايز تبيع 500 سهم مثلا، فالسمسار بيكلم امين الحفظ بيقول لي افتح لي كميه 500 سهم. طبعا ده بعد اذن كتابي منك او اذن تليفوني، فانت بتكلم السمسار او شركه السمساره لو انت حسب بقى التفاوض، يعني الحاجات دي بتكون بالتفاوض. يعني انت ممكن تقول لشركه الامين الحفظ، ممكن تقول لامين الحفظ لو شركه السمساره ادتك اوردر افتح الكميه اللي شركه السمساره تديها لك، او لو شركه السمساره طلبت اوردر ارجع لي الاول وشوف، لو انا موافق ماشي، لو انا مش موافق خلاص. ده دور امين الحفظ، انه بيحفظ لك الاسهم بتاعتك ان الشركات السمساره تبدا تختلس فيها. لان ببساطه لو ان شركه السمساره انت اشتريت 1000 سهم، تمام؟ انت دلوقتي اشتريت اللي هم 1000 سهم، شركه السمساره ممكن تشتريهم لك ب 80، تشتريهم لك ب 80، واول ما تلاقي السعر يرتفع تبيعهم على طول، تبيعهم لصالحها هي، وتقدر تشتري لك وتبيع لك لو ما في، لو ما عندناش حته بتاعت امين الحفظ دي، تمام؟ لو ما عندناش الحته بتاعت مين؟ بتاعت امين الحفظ. لكن دور امين الحفظ انه لازم ياخد، هو بياخد الاذن، هو اللي بياخد الاذن، يعني هو اللي بيمنح الاسهم. السمسار عايز يشتري، اوضحها لكم تاني برضو، او يعني اللي فاهم خلاص ممكن يقفل الفيديو، اللي ما فهمش يقدر يكمل الفيديو. انت دلوقتي عايز تشتري، عايز تبيع 500 سهم، انت قلت للسمسار بيع له 500 سهم، السمسار مش هيقدر يبيع لك لوحده، لازم يرجع لامين الحفظ يقول له افتح لي كميه 500 سهم. امين الحفظ حسب الاوردر، انت مديله اوردر عامل ازاي؟ مديله اوردر قايل له لو شركه السمساره، لو شركة السمسارة طلبت انك تفتح لها كمية، اي كمية شركة السمسارة تطلبها افتحها لها، او لو شركة السمسارة طلبت انك تفتح لها اي عدد من الاسهم ارجع للاول، تمام؟ فانت بيكون الحاجات دي كلها بالتفاوض، ما فيش قرارات ملزمة بالكلام ده من هيئة سوق المال او من الحاجات دي، تمام؟ فانت دلوقتي كده خلاص اشتريت الاسهم او بعت الاسهم، ومن هنا كده كده عرفنا. سيبكم بقى من حته الشراء والبيع دلوقتي، المهم ان انا دلوقتي عايز اوصل لك معلومه بتاعت انك اول حاجه بتروح بيكون معاك فلوس فائض، ثانيا بتروح لامين لشركه السمسره عشان تعمل تعاقد معاه وتجيب لك الكود الموحد. بعد ما بتجيب الكود الموحد بتطلع على امين الحفظ بتاعك، اللي انا قلت لك امين الحفظ يا اما بنك يا اما شركه قابضه فقط، تمام؟ يعني في الشركات بتنشا كده يقول لك لا انا هكون امين حفظ، تمام؟ محفظا على اموال الناس، يعني شركه قابضه مستحيل ان هي تصفي في يوم وليله يعني، تمام؟ ايه تاني؟ حته الرابعه يعني في الفيديو. معلومه ليك. امين الحفظ، يعني امين الحفظ لكل امناء الحفظ هو مين؟ امين الحفظ لكل امناء الحفظ
هو شركة مصر المقصة. ده سؤال مهم جدا. أمين الحفظ لكل أمناء الحفظ هو شركة مصر المقصة. يعني مثلا احنا لسه النهارده هو تقريبا النهارده 22 مارس، الدولة هتضخ 20 مليار في البورصة. طيب مين اللي هيشتري؟ البنك المركزي، لأن البنك المركزي هو الآليات اللي احنا اللي الدولة بتقدر تتعامل من خلالها في الماليات. طيب أما الشركة، أما البنك المركزي هيشتري، أما البنك المركزي هيشتري اللي هم ب 20 مليار أسهم، ب 20 مليار جنيه أسهم. هيختار مين أمين حفظ؟ لو راح لأمين الحفظ البنك الأهلي هيقول له اشمعنى السي أي بي، يقول اشمعنى البنك الأهلي. لو راح لبنك مصر البنك الأهلي وبنك سي أي بي يقول اشمعنى. مثلا مجموعة طلعت مصطفى اللي هي القبضة هيقول لك اشمعنى البنك مصر. فاحنا بيختار البنك المركزي مين امين الحفظ بتاعه؟ هو شركة مصر المقصة اللي هي امين الحفظ لكل امناء الحفظ، وده نتكلم عليه بالتحديد وبالتفصيل في الجزء الخاص بالتسويات الاسهم وعمليات المقصة اللي بتتم في شركة مصر المقصة. طبعا في نهاية الفيديو اتمنى اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.